فتحت باب رزق البيبية، كان رزق على الله سبحانه وتعالى، لكن عرفت شلون تستثمر هذه المواقع. تقول السلام عليكم متابعينا، شلونكم، شلون الصحة؟ مين يجيب لنا الحكي ولي؟ ها؟ مين يجيب لنا الحكي؟ يلا باعي. تحبين ددي تقلبيهن؟ وهاي كل ما تطبخين تجي تصورك؟ كل طبخة؟ بس تقول لي دي الساعة الصبح، تقول لي بيبي امشي الحي ما نروح اصورك. هي تسوي لك واحد. اي والله. انت ما بيروح على الصبح من وقت. ما شاء الله عليك. خلي نروح هسه للطبخ. يلا. خلي نشوف اليوم ايش طابخين وننزلها باليوميات. يلا. شالفيلها بيبي، شالفيلها. يلا شنو قاعد تسوي شريفة؟ هلا سمعت قاعد تسوينا انت. اي. سمعت؟ يوعدني. سلام علي حبيبتي، هم تعلميها حجية؟ اي صير نادرة. اي علميها صدق من هسه حتى تكبر شوية تساعدك. للعلم هي صير نادرة، شافية تحسيها هيك. احنا ليش تعلمنا؟ اي تعلمنا من امهاتنا. اي شو تعلمتي من امك حجية؟ اي اسوي اكل دورما. اي شو تسوي هي؟ شوف انا اسوي شارت تقين تنانير. هم تعلمت منها. هم تعلمت من عندي. زين شو يسموها؟ اقيل لو اقيل؟ اي اقيل. اقيل تنانير. هذا كله من الوالده؟ كله من الوالده الله يرحمها. زين اول مره طبختي بيت قد كان عمرك؟ عمري يعني ايش اقول لك؟ خاف اقول لك ما تصدقيني. حتى والله مره طالعه امي وبيبيتي طالعات يعني راحت مسيرات واجد. اي بعد قبل اكو عنب تستاك العنب بالبيت. اي رحت قطعت ورق عنب. اي وسويت دولمه. كم عمرك؟ عمري هيك تقريبا 8 سنوات. 8 سنوات. 8 سنوات. صلوات. حتى العنب شنو طايح وياه؟ اي قطف مال تجاره جاهله ما اعرف. اي صغيره. اي قطف مال تجاره وسويتيه ويا جدر الدولمه. الله جدر الدولمه بقطف الجاره. هنا الله يرحمه جدي هو مربيني. عن امي. اي شجعني. زين طلعت الدولمه طيبه؟ لا حلوه طيبه. حالي احنا نسويها. انت تسوي حامض حلو؟ اي حلوه والله. زين. شجعني قمت اطبخ، قمت اسوي يعني اروح انا اخذ جدر واروح للهاي شحلبها. اي قمت اسوي شغلات. اي ما شاء الله. عندكم كان حلال بيت هيك؟ عندنا حلال قبل ما مثل هسه. هذا الحلال ما يقدر. هم تخبزين هناك حجي؟ علمتك على الخبز؟ اي هم علمتني. قد عمرك تخبزين؟ هم اسمها هاي قد 8 سنوات. هم 8 سنوات تخبزين؟ اي والله. صلوات. اي والله. يا ما تخاف عليك بهالعمر الوالدين؟ لا شجعني. لو شجعك شجعني تقول نادره.